أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القول مني في جميع الأشياء قول آل محمد عليهم السلام فيما أسر وما أعلن وفيما بلغني عنهم وفيما لم يبلغني الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على, على محمد وعلي محمد محر جل محر جل محر جل وعجل فرجهم ولعن ولعنة, فرجهم ولعنة, ولعنة الله على قتلتهم وأعدائهم أجمعين إلى يوم الدين الكلام في الصلاة تكلمنا عن وقت صلاة الصبح وكيفية تحديده ونتكلم الآن عن كيف عن وقت صلاة الظهر وكيفية تحديده. صلاة الظهر يبدأ وقتها مع زوال الشمس المعبر عنه في القرآن العظيم بدلوك الشمس. وزوال الشمس يتحقق بالاتي ان اذا وضعنا شاخصا على الارض المستويه الارض المستويه معلوم معناها ارض مستويه ما هو الشاخص الشاخص مثل العمود مثلا عمود هكذا ضع على الارض بهذا المقدار مثلا زين شيء شاخص فنحن نلاحظ انه اذا وضعنا هذا العمود هذا الشاخص على الارض المستويه في فتره النهار من حين تطلع الشمس يكون لهذا الشاخص ماذا ظل ظل ممدود يصير اول ما تطلع الشمس ظل يكون شنو جدا طويل كلما ارتفعت الشمس اكثر كلما هذا الظل بدا بالتناقص صحيح الى ان تصل الشمس الى منتصف السماء هذا الظل حينئذ اما ان ينعدم في بعض البلاد ينعدم مثل مكة المكرمة في بعض أجزاء السنة هذا الظل ينعدم نهائيا يصير ماكو ظل بعد ليش؟ لأنه الشمس متعامدة على الشاخص تصير حتى أنت من تمشي هم تلاحظ لنفسك ظل في فترة في وقت الزوال فإما أن ينعدم هذا الظل واما ان يتناقص كما في الافاق الاخرى في البلدان الاخرى يتناقص الى حد لا يتناقص بعده وانما يبدا بالامتداد من جديد ولكن من جهه اخرى حين يحصل هذا يتحقق الزوال، يتحقق دلوك الشمس والمراد به أن الشمس تزول من جهة المشرق إلى جهة المغرب، الشمس تطلع من الشرق تبدي تصعد إلى منتصف السماء ثم بعد ذلك ماذا؟ تزول أي تغرب تذهب إلى جهة الغروب ومن ثم تغرب نهائيا. فوقت صلاة الز... وقت صلاة الظهر يبدأ بالزوال. كيف يمكن إحراز الزوال؟ بهذه الطريقة، واحد يخلي له على الأرض على الأرض المستوية، قلم مثل هذا، هذا له ظل له ظل معين. من جهة ال... إذا قلنا الشمس هنا المشرق فظله يكون هنا. الشمس تصعد لفوق إذا تعامدت على الشاخص ينعدم الظل، ثم يبدأ الظل ماذا؟ من هذه الجهة، بس يبدأ الظل من هذه الجهة شنو يصير؟ تحقق الزوال، دخل وقت صلاة الظهر. أو تبدأ الشمس بالطلوع فالظل هنا ممتد يبدأ يتناقص 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 إلى أن يصل إلى هذا المقدار. ثم الشمس بعد ذلك تزول ان لاحظ هذا الظل يبدا يتزايد نفس الظل لكن يتحرك من جهه الى جهه اخرى فبمجرد ان يزداد مقدار هذا الظل بعد تناقصه وانتهائه الى اقل حد ممكن تحقق الزوال بذلك فهذا اول وقت صلاه الظهر متى اخر وقتها بغروب الشمس لا بالمغرب لانه ان شاء الله سيتبين لكم ان هنالك فرقا بين الغروب وبين المغرب نقصد بالغروب سقوط القرص قرص الشمس نفسه يغيب. نقصد بالمغرب سقوط القرص زائد زوال تابعه وهو الحمرة المشرقية. فآخر وقت صلاة الظهر يكون عند سقوط القرص. هنا سيتبين ان شاء الله انه هذا وقت صلاة الظهر عند سقوط القرص ماذا نعني به؟ لان لدينا صلاة اخرى تجتمع مع هذه الصلاة وهي صلاة العصر فيكون وقت اداء صلاة الظهر الى ما قبل سقوط القرص بمقدار أداء صلاة رباعية من أربع ركعات لأنه هناك يكون هنالك محل ماذا؟ محل صلاة العصر هذا إن شاء الله سيتبين على أي حال إحنا نحدد إحنا قلنا أنه علينا تبعا للقرآن الحكيم أن نحدد المواقيت أو الأوقات الثلاثة للصلوات فها قد تحدد من زوال الشمس الى سقوط القرص قرص الشمس هذا وقت اخر زين كما ان لصلاه الفجر مر معنا في الدرس السابق انه كما ان لصلاه الفجر وقت اجزاء ووقت فضيله كذلك لصلاه الظهر هنالك وقت اجزاء وهو هذا الوقت الذي حددناه الان وهو وقت طويل وهنالك وقت فضيله. ما هو وقت فضيلة الظهر؟ وقت فضيلة الظهر يبدأ من زوال الشمس إلى أن يبلغ ظل <ضل> الشاخص مثله شنو يعني يبلغ ظل الشاخص مثله؟ يعني اذا قلنا هذا القلم هو الشاخص الذي انا وضعته على الارض المستويه هكذا هذا ما يوقف <تصفيق> <تصفيق> هذا له ظل صحيح؟ تحقق الزوال الظل اما انعدم واما تناقص ثم يبدأ الظل ماذا؟ بالتمدد. انت الى الآن في وقت الفضيلة، إلى أن يمتد هذا الظل فيصبح بمقدار الشاخص، هذا المقدار. لاحظتوا؟ نفس المقدار هذا يكون ماذا؟ هذا وقت الظل، أو هذا هو الظل الشاخص مثل الشاخص يصير. في هذه الحالة أنت هنا في وقت الفضيلة أي تبادر بالصلاة توقعها في وقت الفضيلة حتى تحصل على أجر مضاعف. هذا وقت فضيلة الظهر زين لن نتكلم الآن عن وقت العصر لأننا نريد أن نحدد الوقت الثالث القرآني. الطرف الثاني من النهار او اخر النهار الذي يبدا به وقت وكذلك غسق الليل الذي فسر في الروايات بان المقصود به صلاه العشاء الاخره فنتحدث اذا هنا عن صلاه المغرب اولا نريد ان نحدد الوقت الثالث صلاه المغرب يبدا وقتها لا بسقوط القرص فقط كما يفعله اهل الخلاف فان اهل الخلاف بمجرد ان تغيب الشمس قرص الشمس بنفسه يصلون المغرب وهذا خطا المطلوب ان نصلي المغرب مع دخول الليل والليل لا يدخل الا مع زوال تابع القرص وهو الحمره المشرقيه ما المراد بالحمره المشرقيه التفتوا اخواني الله تعالى يقول واتم الصيام الى الليل واحنا نعلم ان منتهى الصيام هو ماذا وقت اداء صلاه المغرب هذا وقت منتهى الصيام فاذا لما نعطف الايات بعضها على بعض نفهم نحن مواقيت الصلاه اوقات الصلاه انت الان بربك حين يسقط قرص الشمس فقط ترى نفسك في ليل ام نهار نهار الى الان السماء منوره صحيح ام لا انت لاحظ الشمس تغيب الشمس الشمس تماما تغيب هي بذاتها لكن السماء شنو كلها منوره ما زال اي واحد يسال اسالها من الطفل تقول له انت احنا بابا احنا الان ليل لو نهار يقول لا ما زلنا نهار احنا بعدها سأل. كل شيء مبين يعني نهار في نهار متى تبدا مرحله الليل اذا صارت هذه الظاهره اللي تقريبا بعد سقوط الشمس مثلاً بعشرين دقيقة في بعض البلدان ربما خمسة عشر دقيقة ربع ساعة وهكذا حسب البلدان تختلف من بلاد إلى أخرى الشمس لها ضياء محيط بها لها حمرة محيط بقرصها لما تكون سواء في في حال الشروق أو في حال الغروب ظاهرة سماوية أو فلكية معروفة. لما تسقط الشمس إذا لاحظتم جيدا يكون من توابعها أولا هنالك مثل الصفار، هذا محيط بالشمس، صحيح؟ هذا من جهة المغرب يكون موجود، اكو صفار محيط بالشمس، الآن الشمس غربت تماما، لكن هنالك صفار من جهة المغرب، هذا لا علاقة لنا به. من جهة المشرق إذا التفت يعني الجهة التي تعاكس جهة قرص الشمس إذا تلاحظون يكون في الأفق نوع حمار أو احمرار هذا من جهة المشرق يكون هذا الاحمرار يطلق عليه الحمرة المشرقية ليش؟ لأنها حمرة وهي من جهة المشرق هذه الحمره المشرقيه التي هي في جهه المشرق تبدا شيئا فشيئا بالزوال يعني تنتقل من المشرق الى المغرب مثلما كانت الشمس كانت في المشرق فانتقلت الى المغرب وصفرتها كذلك ويتبعها ماذا؟ هذا الاحمرار. هذه الحمره تصل الى كبد السماء. الى منتصف السماء هالشكل فوق راسنا تصير تقريبا من تصل الى المنتصف وبعد اذن تزول شلون قلنا بالنسبه لزوال الشمس هنا ايضا زوال للحمره المشرقيه لا غياب للحمره المشرقيه كثير ناس يشتبهون ينتظرون ان هذه الحمره المشرقيه تغيب عن النظر لا ليس عليك ان تنتظر الى ان تغيب، بهالحاله ممكن تطول المساله ساعه. ليس هكذا، وانما زوالها. زوالها كيف يتحقق؟ بان تزول عن سمت الراس. شوفها في وسط السماء وصلت الى الوسط، ثم بعد ذلك اتجهت الى الغرب. تروح تغيب مع الشمس، هي من توابع الشمس. خلاص بمجرد ان تراها قد زالت هنا تقول قد دخل وقت صلاه المغرب وحل الليل وحل الليل تتحول اصلا هي هذه الحمره تتحول من مشرقيه الى حمره مغربيه يعني تلاحظ الحمره هذه في جهه المغرب بعد تكون موجوده مو في جهه المشرق خلاص ما دامت هنالك حمره من جهه المغرب ولا توجد حمره في جهه المشرق فاذا حل الليل حل وقت صلاه المغرب كثير من الناس يشتبهون فينظرون الى هذه الحمره من جهه المغرب فيقولون لا هذه حمره مشرقيه الى الان ما زالت خلي تغيب عن النظر نقول لهم لا هذه حمره مغربيه مو حمره مشرقيه الان انظر الى المشرق هل هنالك حمره يقول لك لا ماكو حمره خلص اذا زالت الحمره ال مشرقية. طيب. أيضا صلاة المغرب لها وقت فضيلة. ما هو وقت فضيلتها؟ بقاء الحمرة المغربية. أحسنتم. إلى زوال الحمرة المغربية بمعنى ذهابها. يعني تذهب. الحمرة المغربية الآن هذه الحمرة المشرقية كانت موجودة في جهة الشرق من صلي وصلت إلى منتصف السماء وزالت نصلي المغرب تبدأ هي موجودة من منتصف السماء إلى المغرب تبدأ شوي شوي تنزل صحيح؟ إلى أن تختفي هذا الوقت هو وقت الفضيلة إذا اختفت فحين إذن انتهى وقت الفضيلة ويبقى وقت الفضيلة, ويبقى وقت الفضيلة. إجزاء ما هو وقت إجزاء المغرب ينتهي بغسق الليل إلى غسق الليل وقلنا غسق الليل ماذا منتصف الليل فإذا وصل الوقت إلى منتصف الليل لا يجوز لك أن تؤدي صلاة المغرب وإنما تقضيها حينئذ على تفصيل سيأتي إن شاء الله وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد, وعلي محمد وعجل فرجهم والعن اعداءهم